السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله هنتكلم في الدرس الثالث وهو طريقة كتابة المواضيع في مدونتك أو على بلوجر بطريقة صحيحة. علشان تكتب الموضوع بطريقة صحيحة ويكون صديق للسيو يكون معك 3 حاجات: الصورة والموضوع والكلمات المفتاحية. قبل ما نبدأ الشرح بدعوكم في الدخول على الجروب الموجود في الديسكربشن أسفل الفيديو، ده جروب الفيسبوك تقدر تتواصل معايا عليه وتحط استفساراتك على الجروب وتعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو علشان أوصل ل 25,000 مشترك. تعالوا نروح نفتح جوه بلوجر. بعد كده هعمل مشاركة جديدة. طبعا زي ما قلت في الاول، لازم عشان تعمل مشاركة او موضوع يتناسب مع السيو هيتوفر معاك 3 حاجات: حاجة الصورة اللي هتحطها، تاني حاجة محتوى الموضوع، تالت حاجة الكلمات المفتاحية او keywords للموضوع. طيب تعالوا نشوف. اول حاجه هنبدا بالعنوان. العنوان مثلا يعني حاول تختار عنوان كويس. مثلا هيبقى العنوان مثلا يعني طريقه فك حظر الفيسبوك، تمام. هكتب مثلا الموضوع. طبعا يعني العنوان يكون جذاب شويه، مش مهم تكتب يعني في العنوان كتير، مش هيفرق في حاجه، بس ما يزيدش عن 160 كلمه، ويكون العنوان جذاب يعني جديد مش موجود على جوجل او محركات بحث جوجل لما تيجي تكتب. بعد كده نكتب هنا الموضوع بتاعنا. انا مثلا كتبت موضوع عن امسح ده، حاجه زي كده مثلا. هروح مثلا حظر الفيسبوك، تحظر بعض مستخدمين المواقع. وبعد ما اكتب المواضيع بتاعي، طبعا مش مهم برضو الفاصله والنقطه، بس يعني بتعطي شكل للموضوع، وبرضو بيخلي محركات بحث انك مهتم قوي بالحاجات الدقيقه ديت. يعني مثلا بعد النقطة تعمل هنا انتر، مثلا هتنزل شوية تسيب مسافة، تنزل مثلا موضوعي بالشكل ده كده. طبعا انا كاتب العنوان هنا فوق، ممكن اخد برضو العنوان اكتبه هنا تحت واعلم عليه باللون الاحمر، هيبقى شكله حلو برضو. طيب انا فك حظر الفيسبوك، انا عايز اجيب صورة، سيب الموقع ده حالا، انا عايز بس اجيب صورة. يعني انت لو هتاخد صورة من بره يا ريت تعمل حسابك ان هي يعني تحاول تقص منها حاجات. لما تيجي تجيب صورة ما تحاولش تفتح الصورة من جوه، يعني ما تفتحش الصورة كده، بيبقى حجمها كبير جدا. حاول تاخدها من بره كده وترفعها، ما تفتحش الصورة، لا انا هاخدها من بره وانزلها تحت. طبعا واقص منها مثلا بعض الحاجات، يعني اقص منها مثلا جزء ده كده وجزء ده كده، واعمل اوكي واقول له سيف. بعد كده اروح للمشاركة بتاعتي، هقف مثلا فوق واخد الصورة ارفعها هنا، تمام. بعد كده هستنى الصورة تكبر، ومعاك كنترول A محدد الكل ومكبر الصورة ومتقل الخط ومخلي الصورة والكلام في وسط الموضوع هنا. لو انت مش هتعرف تعمل كل ده، انا نصيحة مني ليك، وانت بتكتب الموضوع حاول تكتبه على البرنامج ده النوت باد. لو مش هتشوف اكتب على الورد، بس انقلها تاني على النوت باد. يعني مثلا انا هعمل كده اهو، اعمل كنترول C واروح على النوت باد وارفع هنا، بيكون كويس جدا النوت باد، علشان لو كان يعني شايل اكواد، يعني شفت انت المسافات ديت غلط على الموقع، يعني لو شايل اكواد او الكلام ده شايل اكواد مش كويس على الموقع، يا ريت نشيلها مثلا. يعني انا ضفت كل الكلام ده تاني، يكون في اكواد هنا بتبقى رخمه قوي في الموقع او مش هيناسب معاك في السيو، عشان لما تيجي تعرض الموقع يظهر بشكل كويس. طبعا التسميات، هتشوف التسميه بتاعتك هتبقى شكلها عامل ازاي. يعني التسميه بتتكلم مثلا عن فك حظر فيسبوك، تكتب مثلا فيسبوك، او التسميات عندك على حسب الموقع بتاعك، شوف انت عامل تسميات ايه او الاقسام ايه. بعد كده اضغط على تم. تعالى هنا الوصف البحث. طيب انا عايز اكتب هنا الوصف او الكلمات المفتاحيه، انا بتكلم مثلا عن فك حظر الفيسبوك، هعمل كوبي واروح على الموقع اللي هتلاقيه موجود في الدتوينة، هروح ارفع هنا حظر الفيسبوك، وابحث عن المكان المستهدف او الدولة المستهدفة. انا هختار مثلا ايجيبت، طبعا اللغة العربية، اعمل سيرش. طبعا الموقع ده بيديك ساعة بالظبط تقريبا مجاني. بعد كده هتروح مثلا هنا، خلينا في موضوعنا، انت ممكن تشارك في الموقع ده، الموقع ده بيتشارك فيه تقريبا 100 جنيه في الشهر. مثلا حظر الفيسبوك، وراح اضيفها هنا، الغاء حظر الفيسبوك واضيفها هنا، حظر الفيسبوك نهائيا، وهكذا.
طيب تعالوا بقى نروح لأهم حاجة. أنت كتبت مثلا حظر الفيسبوك، سيبك أنت من ده، لو أنت مش عايز ده هترجع تكتب حظر فوق الفيسبوك، هتنزل تحت هنا هتلاقي برضو كلمات مفتاحية، هنروح نحطها على النوت باد ونمسح الحاجات اللي هي ملهاش أي لازمة. مش مشكلة، ده 2017 أهو، أهو زي ما أنت شايف كده، وروح أرفع هنا بقى بالشكل ده. تم. لو هتعرف تكتب الكلام ده هنا او تكتب كلمات مفتاحيه، يعني مثلا هتاخد كلمه زي ديت مده معرفه حظر فيسبوك، ممكن تضيفها مثلا ايه في نص الكلام هنا، مفيش مشاكل، عشان اي حد يبحث مثلا عن حظر الفيسبوك او معرفه او مده معرفه حظر الفيسبوك بيظهر الموضوع بتاعك. بعد كده اضغط على تم، وبعد كده نشر. طبعا هنا المشاركه عبر الجوجل بلس، طبعا تضغط على مشاركه. قلت لا، يعني قلت 30 مره قبل كده انك لازم جوجل بلس ده يتعمل يحسن محركات البحث لظهور في موقعك. انا هاجي اعمل عرض زي ما انت شايف هنا، هذا الموضوع بتاعي، هذا الموضوع ظهر بشكل كويس جدا. طبعا القالب ده انا شرحته المره اللي فاتت ازاي تضيفه وتعدل عليه. القالب ده يعني كويس جدا للناس اللي هم بيحتاجوه في الربح منه في ادسنز. القالب ده مش مخالف ولا حاجه، بس بيقبل مع ادسنز بسرعه وبشكل كويس جدا. كده وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون الشرح عجبكم، اشوفكم في الحلقات الجايه ان شاء الله، مع السلامه.